بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، نواصل النظر ببركة الله والتمكين منه وتيسير في بعض آيات من سورة النمل. النحل، ربنا يتحدث عنا، وحين يأتي هذا الحديث تأتي البشائر كلها. ماذا يقول ربنا؟ ثم أنا بعد ما تحدث على الكفار وسوء المآل، ثم أن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. شو المراحل اللي هي الهجرة؟ ليست الهجرة اللي احنا نفهموها على أول خطر. الهجرة دي وقت كانت وقت الرسول عليه الصلاة والسلام اللي حفظها. الهجرة لازمت الناس سواء كان يمشوا لإفريقيا ولا يمشوا للمدينة المنورة، بحيث احنا مطلوبين الآن بهجرة أخرى. نهجر ما أمر الله به أن نتركه ابتغاء وجهه واتقاء غضبه. هذه الهجرة، خدم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا هجرة بعد اليوم إلا عمل ونية. احنا توا في منطقة العمل والنية. ماذا أنا أهاجر إلى ما يحب ربي؟ لأني أنا عبد الله ويشرفني ذلك، لأني حين أكون عبدا أكون سيدا. لأنه إذا كان أنا ضغط ربي مع حتى مخلوق يجب مثلي بأذى. كل شيء أعتاه وهو إبليس اليأس ورحمة الله ما يجمش يصلي خلف عبد الله، ليس لك عليهم سلطان. مفهوم ولا؟ حيث هو فقير في هذا الأمر، لا ياكلش، لا ياكلش معانا، لأن احنا بنيانا صحيح من حيث الروحي والفكري والعاطفي والمادي والاجتماعي والدنيوي والأخروي. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، احنا بالفتنة اليوم، احنا ضمن روحنا في أرض الإسلام، لست في أرض الإسلام، خاطر أرض الإسلام عمر ما كانت فيها البلايا دي والفتن طالعة برأس القبيح في كل مكان وكل حين. مستحيل باش تكون هذه أرض الإسلام، لكن هي أرض بنا تمتعت بأحرار المسلمين في السابق، والآن آن الأوان أن نرجع حالها كما كان. لابد أن نكون احنا القلة هذه نعفش على جراحنا وعلى دماميلنا وقولوا ها نحن يا الله، نحن نجاهد بحق ولا نتراخى مع النفس الأمارة بالسوء ولا ننقص من النفس من اللوامة، ونمشي مع النفس المطمئنة. وقت يا رب يكرمها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. يعني كلام جميل جدا، يعني كل نفس إلا وتجيب لك المشاكل، إلا النفس المطمئنة تجيب لك الأمانات وتجيب لك الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. ولهذا نعاود أولئك ذلك بأنهم استحبوا، ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. يعني احنا وين لك تخبينا الأيام مش موتيتنا أنا بنسيان أو بقلة صبر أو باجتهاد فاسد. احنا نعرف الاجتهاد والصبر له أجران، ومن اجتهد ولم يصبر له أجر واحد دائما. احنا بخير الحمد لله، هذا تكرر من الله عليه. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اعلم أنك المجاهدة للنفس وبذل الطاقات كلها في سبيل الله، رد بالك تنساو العمل في سبيل الله، كلمة أو نية أو معروف أو كف الأذى، كله في سبيل الله، كله لوجه الله تعالى. فماش نجاح بالنية اللي مش قاعد يلعب ويخلط في الأوراق وهكذا تخطف ودي ما تخطفش، معناش الإسلام. احنا عندنا نيتنا ثابتة يا رب الله يضيع أجر المحسنين، ونحب نكونوا محسنين أحب من أحب وكره من كره. ولأن عاود ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. شوف الخطر الكبير هون، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يعني كل نفس كوش من روحها، لأن كل نفس مرفع.
فماش، هذا مش نعطوا حقه بكامل ما فماش. ولك علاش ربي سماها يوم القيامة يوم التغابن؟ كان من الخير يوم لا ذاك نقول يا ليت نعمل الخير مضاعف. معناها كيما تقول انت خبزة، لباس، كلمة، سباحة، هذا يقول يا ليته كان اثنين أو ثلاثة أو مئة. فلا تغبن، نقول شو كيفاش ما عملناش الواحد كيما يلزم. والمغبون اللي أخطر هو اللي ما عرفش قدر ربي في الدنيا. فميك عاد حسرتي ويقلب في كفيه ويبدا يئن على ما مضى من فرص ضيعها، كل ودايا ما يقضيش هنا. هنا في مدرسة محمد نعطيكم عليه الصلاة والسلام، نعطيكم البلسم الشافي لأمراضكم الفتاكة. احنا عندنا الخير وانتم عندكم الشر. لا احنا لسنا أدعياء، بل نقول قولا حقا، إذا كان ردت خيرا فنحن نجم نكون أنا قوات لكم، مش بلا قوات سياسيا ولكن قوات روحيا وفكريا وسلوكيا. احنا عندنا ما نقولوا ما نحكرش ارواحنا، وربنا يقول وانتم الاعلون، ولله العزه ولرسوله وللمؤمن ولكن المنافقين لا يعلمون. وليبتغي العزه فالعزه كلها لله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.